بسم الله الرحمن الرحيم. تعال بقى نشوف اللاب بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه الاو اس بي اف مالتي اريا. طبعا احنا هنكونفيجر اللاب ده فروم ذا سكراتش من الاول، تمام؟ الانترفيس دي ودي ودي كلهم ايه في السيم سبنت اللي هو 172.30.0/24، ماشي؟ وبيقع ايضا في الاريا ايه 0 اريا 10 فيها راوتر 2 وراوتر 4 ويربطهم الشبكه 172.30.10/30. ار 4 عليه بانش اوف ايه فلوب باك نتوركس، تمام؟ /24 محتاج برضه اعمل لهم كونفيجريشن، تمام؟ كذلك في اريا 20. تعال بقى نشوف الموضوع ده ستيب باي ستيب، نكونفيجر الاعدادات الاساسيه وبعدين ندخل نكونفيجر او اس بي اف. طبعا انا هكونفيجر بس الانترفيسز بسرعه، انتوا عارفين طبعا الكونفيجريشن بتاع الانترفيس مش محتاجه، يعني خش على ار 3 كونفيدي انترفيس فاست 0 على 0 172.30.0/3 عشان هو ار 3 يعني 55. خش بعد كده على ار 2 طبعا الراوتر ده الانترفيس دي في اريا 0 قلنا لسه في انترفيس سيريال في اريا 10 قلنا كونفيجر في سيريال دي انترفيس سيريال 3 3 بادرس كام بقى 172.30.10/1 شوت داون I'm sorry yes okay. خلاص R2 خش على R1 دي انترفيس فاست 0 على 0 اي ادرس 72.30.0/1 الانترفيس الثانية سيريال 3 على 3 اي بي ادرس كام 72.30.20 واحد ما شاء الله خلاص خش بعد كده على ار 4 مش تفضل كونفيتي انترفيس 3 على 4 اي بي ادرس 172.30.10/2 بعد كده هنكونفيجر الايه اللوب باك انترفيس لوب باك 0 اي بي ادرس 10 كام هو 10 10 0 1 10
10 0 1 ماشي لوب باك 1 1 1 لوب باك 2 2 لوب باك 3 تمام كده خلاص خلصت. خش على R5 انترفيس سيريال 3/5 اي بي ادرس كام 172.30.20.2 مش الدعم ونكونفجر اللوب باك انترفيس لوب باك 0 اي بي ادرس كام 10 20 0 1 10 20 0 1 مشكلة تمام ادي شو اي بي انترفيس بريف عندي كام شبكه لوب باك 1 في واحده ناقصه انترفيس لوب باك واحد مش كده كده 4 لوب باك وواحده سيريال تمام انا كده خلصت الكونفيجريشن الاساسيه بتاعه الانترفيس نيجي بقى لايه لتشغيل البروتوكول نشغله على ار 3 يلا اكزيت راوتر او اس بي اف او اس بي اف 2 خليها مرات يلا 2 ها شو اي بي انترفيس بريف مفيش غير نتورك واحد نتورك نعمل راوتر اي دي احنا مع الجروب الاولاني خليناه في الاخر عشان هيشوف يختار مين بقى الاي دي بتاعه او الاسم طبعا اريا اريا زيرو معايا يا جماعه ورا يا احمد متشرف معايا اري زيرو خلاص كده كده خلاص خش على ار 2 راوتر او اس بي اف 2 1 مش مشكله دوشو اي بي انترفيس بريف ممكن اخدهم في كوماند واحد دول ها مين يمليني 172 16 0 0 مفيش 16 اهو 172 طب انا ممكن اقول كده ما ينفعش ما ينفعش اعمل كده ما ينفعش على اي حد 172 طب ما ينفعش اعمل كده طب اعمل الماسك ايه بقى الوايلد كارد الله يفتح عليك يبقى كله 255 يبقى كده كل اي نتورك بقى على الراوتر يجيب بس ده مش ريكومندد للسكيورتي يعني بس هنا في بروبلم معايا ان اصلا هنا الانترفيس دي في اريا 0 والانترفيس دي في اريا 1 في اريا 10 فلازم اخلي كل واحد على
172 30 0 2 0 0 0 0. area كام؟ area 0. network 30 10 دي 1 0 0 0 0. ها area area 10 area 10. خلاص وخلصت كده. خش بعد كده على R1. راوتر OSPF 2. ها انترفيس بريف نتورك. اريا 0 نتورك. اريا 20 بس كده. بس كده لاحظ ان هو عمل adjacency، ولاحظ في كلمة فول وكلمة loading وما عرفش الكلام ده مر علينا. طيب خلينا نكمل الحاجات دي، هنرجع هنشوفها برضه. خش على راوتر OSPF name. ضيف بقى الشبكة network area. area كام؟ area 10. شبكات اللوب باك عايز اضيفها بكوماند واحد. 10 10 اريا 10. اوكي وير دان هير. خش على ار 5. العمليه ما فيش اسهل منها لغايه دلوقتي. راوتر راوتر او اس بي اف 2 وش نتورك اريا 20 نتورك 10 10 10 20 10 20 0 0 55. هقول لي incomplete command عشان اريا ناقص. انا كده خلصت خلاص الكونفيجريشن بتاعتي. المفروض دلوقتي ان الشبكات او الراوتر ار 3 يبقى عارف الشبكات اللي هنا وعارف الشبكات اللي هنا. ماشي يا جماعه اللي ورا ليكوا معايا خلاص. طب تعالى نتشيك نشوف الراوتر ده شايفهم ولا لا. ايه الكوماند اللي هكتبه؟ شو اي بي راوت. بص يا سيدي دلوقتي الشبكات 10 10 0 1 2 و3 و معرفش كام، وادي 172 كده اهو 30 10. الشبكات دي في انهي اريا؟ اريا 10. لاحظ ان هو قال لك او اس بي اف وجنب الاو اي اي. يعني ايه اي اي؟ يعني انتر اريا، يعني الشبكه دي معروفة من خارج الاريا بتاعتي، مش موجودة في الاريا بتاعتي. حد عرفها لي من بره، جاية لي من خلال الاريا بوردر راوتر. ماشي يا جماعة؟ ال 110 دي مين؟ الادمنستريتف ديستانس. ال 66 دي الكوست. ماشي؟ يبقى إذا هو عارف الشبكات اللي في اريا 10. وعارف الشبكات اللي في اريا 20. ماشي؟ حتى الشبكة التي تربط الراوترين دول اللي هي 172 30 10 هي موجودة.
172 30 10 هو برضو قدامها انتر اريا و20 انتر اريا. ماشي مفهومه؟ حرف الاو معناه ان الراوت ده او الشبكه دي معروفه بالاو اس بي اف. اي اي يعني انتر اريا، يعني الراوت ده جاي لي من خارج الاريا بتاعتي، خارج اريا 0. وار 3 ده مش في اريا 0 هنا، فطالما هيعرف اي راوت من بره هيكتب قدامه ايه؟ اي اي. ال ال دي لوكال، لوكال كونكتد اللي هو ادي ال ال 172 30 03. هو مين 03 دي؟ مش الانترفيس نفسها بتاعت الراوتر دي؟ لوكال بيقول لك موجوده على الراوتر نفسه. طيب احنا دلوقتي عملنا الاريا وكل الناس عارفه بعض، بس هل الشكل ده كده الشكل الصحيح للديزاين بتاع الارياس؟ انا مش المفترض ان ار 3 بقى يعرف التفاصيل بتاعه الشبكات اللي في اريا 10 واريا 20. المفروض يعرف اللي في اريا 10 باي بي 1 واللي في اريا 20 باي بي 1، مش كلهم كده. ماشي، احنا قلنا بعمل السمرايزيشن في الاو اس بي اف فين؟ في الاريا بوردر راوتر في الاي بي ار. طب ايه الكوماند اللي هعمله؟ هعمله ازاي وفين؟ تعال نشوف. هنخش على ار2. مين اللي انا عايز اعمل لهم سمرايزيشن؟ الشبكات 10 10 0 0 لغايه 3 0. طب ايه الاي بي اللي هيجمعهم سلاش كام؟ يلا قولوا كده. 21 22 هتقف عند الاربعه. 22 21. طب نوقف التسجيل بس عشان هيبقى فيه مشكله. طيب تعالى كده بقى نلمهم كده في اي بي واحد. يلا نخش على ار2 تحت راوتر او اس بي اف 2 ولا 3 ولا ما اعرفش كام، يعني في المود بتاع الراوتر هنكتب الكوماند التالي اريا. الناس اللي انا عايز المهم في اي بي واحد دول في انهي اريا؟ 10. يبقى نكتب اريا 10. اريا 10 رينج. اوكي رينج، ها رينج. ولخص بقى 10 10 0 0 الماسك 55 ها 52 0 مش كده برضو؟ انتر. بس كده خش بعد كده شوف احنا عاملينه في المكان الصح. افتكر كنا عملناه على ار1. تعالى نعمل السمرايزيشن بتاع الاريا 20 على ار1 بما ان هو الاريا بوردر راوتر. اريا 20 رينج كام بقى؟ 10 20 0 0 كام؟ 255 255 252 دوت 0. بس كده بس كده. تعالى بقى نشوف ار 3 الناس اللي شايفهم بتفاصيلهم هنا هيشوفهم ازاي. بص يا سيدي على الحلاوه، ادي شايف الشبكات اللي في اريا 10 باي بي واحد بس سلاش كام؟ سلاش 22. وشايف الشبكات اللي في اريا 20 في اي بي واحد بس اللي هي 10 20 سلاش كام؟ برضو سلاش 22. ماشي طيب ماشي. تعالى بقى نعمل ايه تاني؟ انا كده عملت السمرايزيشن على الاريا بوردر راوتر وعرفت الراوت جالي منين والانتر اريا معناها ايه والكلام ده. تعالى بقى نعمل الستاتيك راوت على ار 3. يبقى ار 3 ده هيبقى اسمه ايه هنا؟ ها؟ اي اس بي ار اوتونوموس سيستم بوردر راوتر اللي هو بيربطك بشبكات خارج الاو اس بي اف، شبكات شغاله بريب بي اي جي ار بي بانترنت ايا كان. طيب
تعال بقى نكونفيجر الستاتيك راوت ده عشان احاكي الستاتيك راوت بالفيرشوال على الراوتر. احنا كنا بنكتب الكوماند ازاي بقى؟ كونفيدي يلا عايز اعمل بقى ستاتيك راوت اي بي راوت اقول ايه؟ اي بي راوت الشبكات اللي فوق دي اللي انتوا شايفينها مليني نسيت انتوا 16 0 0 بعد كده حدد الانترفيس. بس هنا انا مش هحدد مش انترفيس ولا نيكست هوب، انا هشير ليها بحاجه اسمها نول زيرو. ايه النول زيرو دي؟ هي عباره عن بلاك هول، يعني حاجه ملهاش وجود بس الستاتيك راوت موجود، بستخدمها للتستنج. اي ترافيك عايز اعمل له كيل رايح للشبكه دي اللي هي نول زيرو، خلاص بيوصل عند النول زيرو ويدروب بقى. خلاص افتراضية. يبقى الشبكة الثانية 1، الشبكة اللي بعدها 2، عشان برضو دول هنعمل لهم سمري 2، تالتة 3. لو قلت له هنا do show IP route هيجيبهم لك المفروض هنا ولا ما جابهمش؟ اس يعني ستاتيك، ماشي ستاتيك راوت اهو. طيب حلو، انا عايز بقى الستاتيك راوت اللي انا عملته هنا الاو اس بي اف يوزعه، يوصله الار 4 وار 5 وار 1 وار 2. ايه بقى الكوماند المستخدم في الموضوع ده؟ تعال نشوف. راوتر او اس بي اف 2، اقول له بقى ايه؟ redistribute static. لاحظ ان انا لو عملت redistribute بالشكل ده static هيوزعهم في شبكه 172.16/16، لان الاي بي ده كلاس ايه؟ بي سلاش 16، نعمله سبنتنج. فعشان يوزعوا بشكله كده بحاله لازم ادرج كلمه سبنت. سبنت اوكي. طيب بعد سبنت بقول له المتريك، معناها ايه حته المتريك دي؟ بص معايا، المفروض ان ار 3 اللي حصل طيب بص كده معايا، المفروض ان الراوتر ده عارف الشبكات دي من بره وتنم السيستم تاني، ماشي. المفروض ان هو عشان يوصل لهم ليه كوست معين، زي مثلا ان هو كام 500، عشان يصل للشبكات 16 0 1 0 2 0 3 0 هيكلفوه كوست كام؟ 500. طيب هو عشان يوزع الشبكات دي، عشان الناس اللي في الرواتر دي او المتصله بالرواتر دي تعرفها، في عندي نوعين من التوزيع، في عندي E1 و E2 معناها ان انا لما R3 يدي الراوت بتاع ال 172.16 او الستاتيك راوت ده ل R2 يقول له والله اذا كان انت يا R3 هتصل ليهم بكوست 500، انا بحوصل لك كمان بكوست كام؟ مثلا 10، يبقى توتال الكوست كام؟ 510. يبقى ده عشان يوصل لهنا 510، كمان ده برضو لما يديهم لده يقول له والله طالما انت كمان هتوصل لهم ب 510، ما انا كمان بتكلف مثلا 15 عشان اصل اليك، يبقى التكلفه كده كام؟ 25 تمام ولا 30؟ 25.
خلاص. لو عملت المتريك E1 يبقى مع كل قفزة المتريك بيزيد، الكوست بتزيد. لكن لو خليته A2 معناها ان يا R3 انت هتتكلف 500 عشان تصل للشبكات دي، الناس دي كلها هتتكلف 500. يبقى الـ A1 بتعمل incrementing للمتريك، A2 ما بتعملش incrementing. خلاص يبقى المتريك زي ما هو. ماشي يا جماعة؟ هي A2 by default شغالة معاك، انت لو محددتش حاجة لا A1 ولا A2 بيبقى A2. طب تعال نشوف الاثنين، يعني نبني الموضوع على الاثنين. ما هو شغال تسجيل اعتقد، ولا مش شغال تبقى كارثة لو مش شغال. لا شغال. شغال هو، بس عشان البرنامج ده بيوقف الشاشة يعني، فانت مش بتشوف العلامة الحمراء دي. طيب تعالي بقى ان ايه نشوف الـ redistribute static subnet metric. هتحدد له متر كام؟ قولي بقى، قولي كام؟ كام رقم؟ 500. ماشي. بعد ال 500 هقول له المتريك تايب. متريك تايب اللي انا بختار فيها واحد ولا اتنين؟ ها؟ هختار اتنين الاول، خليها اتنين. ماشي؟ بس كده؟ اه بس كده. طيب تعال بقى نشوف R5 شايف الشبكات الاستاتيك دي ولا ما شايفهاش؟ نخش على R5 نقول له ايه بقى؟ شو اي بي راوت. بص كده شايف الشبكات 172.16.0.1.0.2.0.3.0. اي 2 يعني اي 2 اكسترنال، المتريك تايب 2 اللي هو بايه؟ ما بيعملش انكريمنتنج للمتريك. لاحظ ان هنا 110، هنا كام؟ 500، كلهم 500. لاحظ ان اصلا انت عديت على كذا راوتر، حتى ده برضو هيشوفهم ب 500. تعالى كده على R1 نشوفه هيشوفهم بكام. ها 500 ولا مش 500؟ 500 اهو. نعم انت بتحطي له كوست وبتخلي الناس بعد كده ما تعملش انكريمنت للكوست ده. بس هذا ماشي خلاص، استخدمي ايون ايه عادي يعني. سيرتن ديزاين يو كان يوز اي 2. انت مش عايزه المتريك يزيد، الكوست التكلفه اللي هي بناء على الباندويث بتاع اللاين. يعني هو الاو اس معروف لا بيختار، بيختار على اساس الكوست يا مستر. السرعه، سرعه على اساس الباندويث. ايوه اي انا 500 انا جيت يعني مثلا عندي مثلا خلاص ما تخليهاش 500، خليها 20. لا اقصد لا 1000 ايه يعني هو يعني اذا خط من صوره اكثر. طيب ادي R3 وهنخلي المتريك تايب A1 يا صفاء. ماشي نلغي بس الكوماند ده. تمام ونخلي التايب متريك ايه؟ 1. نخش على R4 ولا R5 ونشوف. بص كده فين هو 172.16؟ اختفت اهو. استني بس هتظهر كمان شويه. بص كده قال لك المتريك تايب ايه؟ E1. ماشي ادي ال 110 الادمنستريتف ديستانس، زودها ولا ما زودهاش؟ 565 اهو. لو لاحظت كمان دي على R5، فين R5 اللي هو هنا؟ تعال نشوف R1 شايفها كام؟ برقم كام؟ شايفها كام؟ 501 اهو. اما انت كل ما بتعدي على راوتر بيحسب بقى التكلفه بتاعته. ايوه ايوه شوف الكوماند الثاني اللي عملته الماتريك تايب هو عملته سنايب واحد صح؟ اي 500 على الكل. يعني ما فوق ال 500
لا ما هيبقى واحد واحد 500 مش هيقل ولا يزيد. تعالى نعمل ايه تاني بقى؟ تعالى بدل ما انت شايفهم هنا، بدل ما انت شايفهم هنا كام؟ اربعة راوت زير واحد واثنين وثلاثة. تعالى نخلي ار 3 يوزعهم باي بي واحد بس. طيب ار 3 اقول له ايه؟ سامري ادرس. ها اقول له كام بقى؟ الخصهم في كام؟ 172 16 0 0 الماسك كام؟ سوري كام؟ 0 0 252 بس كده. يبقى تعالى تاني على ار 5 شوف كده القصه. بص كده شافهم في اي بي واحد ولا لا؟ 1 اي بي ادرس. طيب تعالى بقى الجزئيه الاخيره نتشك معاها ونعيش معاها كده اللحظه ونشوف بقى مين الدي ار ومين الرئيس ومين الزعيم ومين ابن 60 يعني. خلاص تعالى نشوف ار 3. احنا دلوقتي ما عملناش لوب باك على الراوتر دي. طيب تعتقدوا ان ار 3 مين هيبقى الراوتر اي دي بتاعه؟ مين هيبقى الاي دي؟ 172 30 0 3 مش كده؟ شو اي بي او اس بي اف نيبر. تصور ايه انت؟ تصور ايه؟ ها؟ لا بجد انت بتصور ايه؟ طيب بص كده معايا، انا دلوقتي على ار 3 بيقول لي النيبر اي دي الناس اللي متصلين معايا 172 30 10 1 و30 20 2. مين 10 1 ومين 20 1؟ هي مش دي 20 1 172 30 20 1 ومش دي لك معايا ودي مش دي 10 1؟ طيب اشمعنى يعني خدها وخدها اهي؟ لان لو جيت على الراوتر بتاع ار 1 انهي اعلى انترفيس 172 30 0 1 ولا 172 30 20 1 20 1؟ فهو اتخذها كايه؟ كاسم كاي دي. ماشي يا جماعه؟ طيب بص كده بيقول لي ار 3 الستاتس فول. عارفين فول اللي احنا وصلنا لها في النهايه كده لما بقينا ناخدها مرحله مرحله لغايه الفول؟ طيب قدام الفول دي ايه؟ بي دي ار. يعني ايه؟ يعني باك اب ديزجنيتد راوتر. يعني 10 1 اللي هو ده الباك اب ديزجنيتد راوتر. مش فاهم يعني. طب هو فين الدي ار؟ طيب وليه ما خلاش 30 20 1 هو الدي ار؟ ها يعني انا لو جيت على R2 اللي هو ده وقلت له ايه؟ show IP OSPF neighbor. لاحظ كده ان 172 30 0 3 DR. انت هتلخبطني ليه؟ قول لي انت هتلخبطني ليه وتعقدني في عيشتي؟ انت مش قلت لي ان اعلى راوتر اي دي هو اللي بيكون DR؟ طب 30 0 3 طب مش ده اكبر منه 30 20 1 اللي هو هنا ده؟ طب ليه ده ما بقاش دي ار؟ اقول لك ان انت لما بتعمل الكونفيجريشن الاول على اول راوتر هو اللي بيعمل نفسه دي ار في الاول، والتاني اللي وراه بيبقى بي دي ار، وبعد كده بيبقى ايه؟
مش مشكله بقى درازر دي ار اذر ده في حد دي ار اذر هنا اللي هو 20 واحد اللي هو ده لان 20 واحد ده متصل بكام شبكه باثنين فهو في الناحيه دي لا دي ار ولا بي دي ار بس ممكن الناحيه الثانيه يكون ايه دي ار اذر عشان كده حاطط لك كلمه اذر. طيب تعالى نعمل راوتر اي دي ونشوف الالكشن بتحصل ازاي. خش على ار 3 كونفيدي راوتر او اس بي اف 2 راوتر اي دي 3333 ماشي انت هنا بيقول لي مسج بيقول لي عشان الكوماند ده ياخد مفعوله مفروض تعمل ريلود للراوتر or use clear IPOSBF process command او تستخدم الكوماند ده بس انا مش هعمل clear غير لما اعمل التلاتة كلهم وبعدين اعمل clear confidim router OSBF 2 router ID 222 تعال على كمان R1 ترى ID 111 تعال نعمل بقى الكومنت على التلاتة. ايه الكومنت؟ طبعا اوامر الكلير والديليت والاريس ومعرفش ايه كلها دي فين؟ بنعملها على البريفليج مش بنعملها على الـ على الجلوبال. اوكي clear IP OSBF process اوكي اخده بس كوبي عشان انسخه على التلاتة انتر يس خش بقى على التاني يس خش على اول يس تعال بقى شوف ار 3 قول له شو اي بي او اس بي اف بسرعه بقى عشان نشوف بص هنا شايف انت في حاجات تو واي وفول وما اعرفش ايه بص كده لاحظ انا بعمل الكوماند كده بسرعه لان هو لسه في حاله الستبس بيعمل ايه نيجوشيشن بيعمل ريليشن شيب مع النيبرز ها لسه مازال في التو واي استنى بس المفروض ان كمان شويه هيغير من التو واي دلوقتي هو الان اوتوماتيك ولا دايناميك بيشتغل كله دايناميك هو دلوقتي بيتفاوض بص كده دخل فين شفت المرحله دي هنا ايه الاك ستارت اهو شوف وصل مع الاثنين في مرحله الفول اهو لسه في الاك ستارت دي المفروض تخلص وصل للفول اهو شفت يبقى دلوقتي بالنسبه للار 3 مين اللي هيبقى الدي ار هنا هيبقى 3 الدي ار مين اللي هيبقى البي دي ار 2 مش اللي هو ثاني اعلى اي دي طيب اهو مش ار 2 اهو فول بي دي ار اهو وين 3 ما انت على 3 اصلا اوريدي ما يطلعش تشوف مين دي ار بقى لما تيجي على ار 2 هنا خش على ار 2 قول له شو اي بي او اس بي اف نيبر بص كده يا عم الريس يقول لك ثلاثة ده الزعيم الدي ار اوكي طيب وواحد لا ده دي ار اذر انت على اثنين دلوقتي فين اثنين اهو اثنين واحد ده لا هو دي ار ولا هو بي دي ار خلاص ممكن يكون دي ار اذر تمام طيب خش على ار واحد ار واحد اللي هيوريني مين الدي ار ومين البي دي ار شو اي بي او اس بي اف نيبر بص كده ادي ثلاثة مين ثلاثة الدي ار
واثنين البي دي ار. في عندي 10 20 3 1 ولا 30 دي و 30 3 دي جت ازاي؟ 10 20 3 1. خلي بالك ده اسم الراوتر اللي هنا ده على ار 5 اعلى لوب باك هنا 10 20 3 1 فجايبه هنا نيبر. بس بما ان الراوتر ده والراوتر ده متصلين مع بعض سيريال فما قاليش هنا ايه لا دي ار ولا بي دي ار فسيبها فاضي لان ما فيش فيها دي ار ولا بي دي ار. موضوع مفهوم ولا لفيته؟ ها طيب نوقف التسجيل ولا حد يضيف سؤال في التسجيل؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.